أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى بذرة خير، فكرة يعني تعتني وتسلط الأضواء على الناس المكافحين في ظل الظروف الصعبة هذه. ما استسلم لظروف الحياة، بدأ يبحث عن رزقه الحلال من عرق جبينه. حياكم الله يا أخت مسامة، حياكم الله. بالنسبة طبعا تعملين في مجال إيش بالضبط؟ كنت تعملي كان زمان الحني، يعني الحني في الحنة للناس قبل من يعني كان ما شاء الله شوية دخل زين. أيه. بعدين بعد ما اتطلقت ويت البيت هنا والناس يعني طلعوا محنيات أيام كده معشي ذاك الحركة والشغل الحركة. يعني أيه. نكون مهم دارين كده حنة فقط ليش كنت تقلق لك غير الحنة؟ يعني كنت نصلح عشار في الأسبوعين واحدة، نعرب عشار في البيت هنا ونعطيه واحد هنا في الدكان يبيع. وكان الدخل لا بس يعني كان في حركة في الشغل، لكن مع الظروف هذه الموجودة الآن خفت. لا الحنة خفت ما تجي يعني كما زمان، بس الحين نبدأ في الأسبوعين نروح عند الريان نعطيه ونحاسب ونرجع. طيب ما بحثتوش عن بدائل أخرى يعني غير الحنة مثلاً؟ ممكن كده هيد الخياطة تعلمها. الخياطة عندكم موهبة في الخياطة يعني؟ طيب ليش ما تبدأوا في هذا المشروع في قضية الخياطة من الخياطة؟ أيوة لا تعلمت خياطة بعرف شو. أيوة. وإيش تحتاجين طيب في حق الخياطة هذا؟ نخيط يعني مكينة. تحتاجين مكينة. مكينة. طيب. واحد كده على شوية شوية إن شاء الله بإذن الله. هذا المجال تشعرين إنه يعني يعني يوفر لكم دخل لا بأس يغطي مصاريف البيت والكل. طيب يا أخت أنا أستأذنكم بس مشوار بسيط وراجع لكم. أعزائي المشاهدين كنا مع الأخت أم أسامة، هذه الأخت المناظرة والمكافحة على الظروف يعني الصعبة هذه، كانت تلقي حنة وتلقي أشار بس يعني كان الشغل لا بأس في أمور طيبة، لكن مع الوضع الصعب هذا موجود خفت. فقالت موهبتها قالت شي تغير إلى قضية خياطة، والخياطة هذه بقدر لها دخل. البرنامج قدم لك ماكينة الخياطة، وفر لك إيش عاد باقي؟ أيوه. وهذا تبع الأدوات تبعها بإذن الله يعني بذل السبب توفر لك يعني مصدر دخل لك ولأسرتك إن شاء الله بإذن الله. أي كلمة تودي تقولي لها في نهاية هذا اللقاء؟ مشكورين جزاكم الله الخير. الله يبارك فيكم وعافيكم. يعطيكم العافية. أعزائي المشاهدين انتظرونا في الفكرة القادمة.